ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل بسيطة وسهلة، هنعمل مع بعض سلطة الطماطم بالفلفل. أنا عايز أعمل الحلو في الآخر لأنه مش هيستغرق مني 10 دقايق. تعالوا شوفوا مع بعض إزاي. معانا وقت قد إيه يا أستاذتنا؟ تقريبا نقول الله، إيه الرضا ده؟ إيه الوقت الحلو ده؟ طيب خلونا نبدأ للأمانة بقى، طالما معانا وقت حلو نبدأ بالحلو. طالما معانا وقت حلو نبدأ بالحلو. مقادير الجلاش أو رقائق الجلاش بالمانجا. المقادير على الشاشة. معانا مانجا، أنا هحطها لحضراتكم هنا كده، ومعانا كريمة معمولة بالنشا والحليب والفانيليا، ومعانا مانجا. يلا بينا. حلوة، نبدأ في الحلو طالما إحنا معانا وقت حلو. حلو، اللهم صل على النبي. ونبدأ معانا شوية سمنة حلوين. أهم حاجة في القصة دي السمنة، تكون سمنة حلوة. نعم، في الفرن يا غالي، الفراخ في الفرن. تدفع كام وتبص عليها؟ حلو، انا هعمل دلوقتي الحلو بتاعنا واحنا شغالين. نقلب في الفراخ، يلا بينا. اول حاجه هعملها اشتغل في المانجا، ابص على المانجا كده، والمانجا حلوه، بحب المانجا الشتوي انا، بيبقى لها مذاق حلو. خلونا ناخد المانجا كده، الله، ايه الحلاوه دي؟ هو ده بالشكل ده كده. اخد اللحمه، حاضر، عينيا. مرزه مرزه، شفت الحلاوه؟ شفت الحلاوه دي؟ اخدها كده. دي هتعمل بقى ايه؟ عصير؟ لا، تعملها مخلل تتعمل. انا عملت المانجا مقليه مره، خلي بالكم، ونالت اعجاب الجماهير. تتعمل ازاي؟ هقول لك. نقطعها شرايح زي ما هي كده، زي ما انا شغال كده، نوع المانجا ده. ونغلفها بنشا. حلو، وبعد النشا بتاخد شويه سبايس من البابريكا، وبعد كده نحطها في البيض والبقسماط. مش بقسماط بقى، رقائق الذره. كانت لطيفه وجميله، جربيها برضو، وهنعملها لكم برضو ان شاء الله. بس لازم تجيب المانجا اللي هي تكون ايه؟ ماسكه نفسها شويه. نعم، بصراحه انا لو مكانك نفس القصه يعني. مش هستنى بقى لما تخش مع جلاش ومهلبيه والجو ده. همسكها كده كلها وخلص الكلام. شفت؟ انا عايز المانجا دي كده. ايه الحلو، ايه الجمال ده؟ الارض الطيبه مصر مصدرها للدنيا كلها. مانجا عندنا بسم الله ما شاء الله، تلاقيها صيف شتاء، شتاء صيف. شفت المانجا نازله ازاي؟ طبعا هي على الشاشه، قلب الصغير لا يتحمل. دي مش عايزها، اشيل دي كده. كل ما اضرب السكينه يطلع لي مانجا. انا بحب المانجا الشتوي قوي على فكره، بس ما نكترش منها بقى. نعمل زي الفرنساويين كده، لهم ثقافة في تقديم القهوة بصراحة يعني. كوباية القهوة مع كوباية مية ساعة. سألنا ليه المية مع القهوة؟ قال لك إن القهوة بتعمل رواسب، وعشان تستطعم القهوة وتستفيد بيها لازم كوباية مية. عينيا. نفس القصة في موضوع المانجا، كلنا مانجا على طول وراها كوباية مية. حلو؟ أو بنشرب عصير مانجا بنحط مية ساعة. بس بناكل مانجا زي دي كده لازم نحط إيه يا عم الشيف؟ نحط كوباية مية على طول بعديها. يا نعم، خلينا نطلع الفراخ. حاضر يا فندم، عينيا. مخرجنا جميل قال لك تجيب لي مانجا، تجيب لي تفاح. حبك مانجا وتفاح. أنا عايز الفراخ، عايز الهبر. هاي هنا يا برنس. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يعجبك، عايز تاكل خضار هتلاقيه بطعم الفراخ. جاي لا، شوف اعمل لك حاجه بقى. شفت بقى؟ شفت المانجا هنا استويه. بهزر معاها انا.
على فكره نقف محطه هنا اسمها محطه الابداع والابهار الطهوي. عايزه تعملي ايس كريم، كريم شانتيه يتخفق جيدا بطعم الفانيليا. خفقنا الكريم شانتيه يتحط في الديب فريزر درجه 20 تحت الصفر. ناخد المانجا دي كمان تبريد، نطلع الاثنين نخلطهم على بعض بقت ايس كريم. تحط معلقه جيلاتين باودر من طعم المانجا على المانجا دي بعد ما تدوبهم في ميه سخنه. ليه يا عم الشيف الجيلاتين الباودر بطعم المانجا؟ عشان يديكي لون وطعم المانجا وفي نفس الوقت يديكي الماده المطاطيه للايس كريم. حلو الكلام؟ ناخد السمنه البلدي الحلوه، انا هشيل ده من هنا لسه بس ايه يجي وقت السلطه، معلش سامحوني. حلو، هناخد بعضينا دلوقتي ونشتغل في صينيه الجلاش. ادي الصينيه بتاعتي، بحط شويه سمنه بلدي. واخد الفطير، واخد الفطير ده العجينه دي، بحط منها جزء هنا كده وهنا كمان جزء، يعني مثلا ثلاث طبقات مثلا. حلو بالشكل ده كده. ناخد المقطوعه دي عشان مش عايزها، وعندي مهلبيه، المهلبيه دي طبعا بتكبيها وتغطيها. نشا حليب فانيليا، نشا حليب فانيليا، نشا حليب فانيليا، نشا حليب فانيليا، اهو كلهم مع بعض. هننزل سقطها كده. بنحط شويه مكسرات، فول سودان على زبيب على عين جمل بتاعتك، جزء اليد ماشي، المكسرات اللي عندك انت كريمه وبنستاهل كرمك. ندوبهم كده. نحط شوية مانجا. شغالين مع بعض؟ حلو أوي. تمام. بنحط تاني شوية مهلبية. الله ايه الحلاوه دي يا عم، ايه الجمال ده. ها ونحط بقيه المانجا. حلوه الصينيه دي، ها فيها حب، فيها تفاصيل. شويه مكسرات، مش حابه المكسرات ما تحطيش، ده اختياري برضه، جوز الهند قصدي زبيب. ممكن تحط قراصيه. ونقفل العجينه دي كده من هنا ونشيل كل ده كده. لسه ما خلصتش انا يا بني. أأمن على الفرن درجه حرارته كام؟ 180. شوفوا هعمل ايه دلوقتي في الكشكشه، حاجه حلوه يعني لطيفه هتعجبك. خدت زي ما هي كده واخد العجينه دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، واحطها هنا كده. كشكشها ما تعرضهاش. الله يرحمك استاذ الكوميديان بتاع الكاميرا الخفيه. عندك شربات؟ هتجيب الشربات؟ سكر؟ بصراحة أنا بحب السكر البودر يعني، أو عسل اختياري يعني، بس المانجا دي مش محتاجة لا شربات ولا سكر ولا عسل، محتاجة شوية سكر بودر على العجينة كده تبقى مقرمشة ولطيفة زي ما أنا شغال كده. آخر واحدة ناعمة. حلو أهو السمنة البلدي عندنا، لسه ما خلصتش انا بعمل ايه على السمنة البلدي بقى. هي دي التركية بتاعت المغازل، دي سنة بابريكا صغيرة. الله، وقلبها كده على البابريكا، سنة بابريكا بس ما تحطش حاجة تانية. ومعانا فرشاة، احط كمان على البابريكا دي يا عم الشيف شوية سكر. ده الجديد بقى، دي التركية بقى، سكر
السمنة وأقلب دول مع بعض. سمنة سكر بابريكا، سمنة سكر بابريكا، سمنة سكر بابريكا. قولوا ورايا، سمنة سكر بابريكا، سمنة سكر بابريكا. درجة حرارة الفرن عندي 180. دي مانجا، ومانجا ايه؟ شتوي. الصينية دي لأيام الشتاء، دفء طاقة. نعم ابن حلال، واللي ينفع نعمل بدل المانجا الطريقة دي ابقى على القرع العسلي. ايه الجبهة؟ ايه ده؟ ايه الفراسة دي؟ تعال اشتغل مكاني، جبت الخبرة دي منين؟ فعلا نقدر نعمل دي مكان المانجا قرع عسلي. نفتح الفرن بتاعنا. يلا يا فدلاع حالي، وده بالله عليك تعبت عليها دي. عايز اعمل السلطة عشان عدل الفراخ دي بالخضار، شوية سلطة حلوين، فواتح شهية. الله ايه الحلاوة دي؟ درجة حرارة الفرن 180. يلا بينا. الله هو ده احمرار، فكرني بيها الله يوفقك. ايه حلو. يلا بينا اهو. تبص على الجلاش حبيبنا، يا سلام. بص عليها كمان نظرة كده، نظرة حب بالله عليك، وسمي بسم الله وصلي على الحبيب. ايه الحلاوة دي؟ قبل وبعد. زيت سوري، سمنة بابريكا سكر، سمنة بابريكا سكر. نقفل الفرن بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ بص على الحلاوة، بص على الجمال اهو. الله، رشة جريئة من السكر البودر.